اشتريت سمك ماكريل، غسلته وقطعته كويس قوي، وهنا كان عندي تتبيله بتاعته حطاها في الديب فريزر وتبلته، وهنا قطعت عليه طماطم وكمان قطعت عليه فلفل رومي مع فلفل حراق زي ما تحبي، وطبعا الليمون، ما ينفعش سمك من غير ليمون، وكمان الخل عشان الخل بيمنع الزفارة. تحطي حوالي غطيين خل على السمك، وكان عندي كرفس في الديب فريزر، رشيت عليه حبة كرفس كويسين علشان بيدي طعم وريحة حلوة قوي، وحبة زيت بسيط جدا ما تكتريش، ونص كوباية مية. شكله يفتح النفس من قبل ما يستوي، وعلى نار هادية يستوي السمك بتاعك. بص الشكل كان طعمه وريحته يجنن، اعملوا الطريقة دي ومش هتندموا، وألف هنا.